ويقول إن كان السيد المسيح قال لتلاميذه اصنعوا هذا لذكري، أريد أن أعرف ما معنى كلمة لذكري، وإن كانت للذكر فقط لماذا نحن نتصور إن الذي نأكله جسد ودم المسيح؟ على فكرة اللي بيقول السؤال ده ما قراش الإنجيل كويس. السيد المسيح في متى 26 وفي مرقس 14 الخذوا كلوا هذا هو جسد، والخذوا اشربوا هذا هو دم. نهرب من الآيات دي فين؟ خذوا كلوا هذا هو جسد، خذوا اشربوا هذا. وبعدين في إنجيل يوحنا إصحاح 6 قال إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فلن تكون لكم فيكم حياة. وقال من يأكل جسد ويشرب دمه يكون في وأنا فيه ويثبت في وأنا أقيم في اليوم الأخير. وقال إن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. تقروها في إنجيل يوحنا إصحاح 6 من الآية 50 تاخد لك 4-5-6 آيات ورقد ورا بعض. وأيضا الذي يتكلم ضد هذه العقيدة في الإفخارستية ينسى ما ذكر في كورنثوس الأولى إصحاح 11. في كورنثوس الأولى إصحاح 11 يقول أي من أكل وشرب من هذه الكأس بغير استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه، يكون مجرما في جسد الرب ودمه. وعمل شروط كثيرة للتناول باستحقاق، وقال إن الذي يتناول بغير استحقاق مش بس يكون مجرما في جسد الرب ودمه، ويأكل دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. يأكل دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. وقال من أجل هذا فيكم كثيرون مرضى وضعفاء وكثيرون يرقدون. فلو كان مجرد خبز للذكرى ايه اللي يخلي حكاية الاستحقاق، وايه حكاية مجرم في جسد الرب ودمه، وايه حكاية غير مميز جسد الرب، وايه حكاية فيكم كثيرون مرضى وكثيرون ضعفاء، ايه كل الحاجات؟ لو كان حتة خبزة عادية نأكلها للذكرى طب ايه لازمة الحاجات؟ يا ريت تقروا هذا الاصحاح كورنثوس الاولى اصحاح 11.